السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في المحاضرة السابعة من مادة Broadcast System Engineering. اليوم راح نتطرق لموضوع الإشارة الفيديوية ومكوناتها وطرق إرسالها ومقارنتها، وأخيرا راح نشرح أيضا عن حزمة الإشارة الفيديوية ومكوناتها الترددية وفائدة كل مكون ترددي على حدة. Scanning Concepts أو مبادئ الإسكانينج. أكو نوعين أساسيين من تقنيات السكانينج أو المسح للمحتوى الفيديوي، واللي هي كالتالي: البروغرسيف سكانينج والإنترليس سكانينج. طرق السكانينج تستخدم في تحديد التقنية اللي تستخدم لنقل إطارات أو فريمات الفيديو. بعد ذلك الإشارات المرسلة تحول من لاينات يعني resolution lines إلى صورة متكاملة. طبعا بالعادة أجهزة الفيديو تكون متنوعة، تبدأ من الكاثود راي تيوب اللي كانت تستخدم سابقا بصناعة التلفزيونات وأجهزة العرض المختلفة، وصولا إلى أجهزة العرض الحديثة اللي أكثرها تشتغل على الـ LCD أو Liquid Crystal Display. بالنسبة لمعدل المسح أو الـ Scanning Rate، هي عملية تكرار عدد مرات طبع اللاينات الأفقية على شاشة جهاز العرض. يعني مثلا عندنا صورة بها 100 لاين أفقي، عملية تكرار مسح ال 100 لاين الأفقي كلها خلال الثانية الواحدة يمثل السكانينج ريت. وبالنسبة لتردد السكانينج، هو نفسه تردد القدرة الكهربائية المنزلية اللي هي إما 50 أو 60 هرتز. يتم مسح 30 فريم أو إطار فيديوي بالثانية الواحدة، يعني 30 FPS. اللي يرمز FPS يرمز للفريم بير سكند. مثل ما تلاحظون بعض الأحيان بالمقاطع الفيديوية على اليوتيوب، أنه بعضها تكون الدقة مالتها 720 أو 1080، وأكو يكتبون على 720 أو 1080 at 60، اللي هي ترمز لل 60 فريم بير سكند او 60 اطار بالثانيه الواحده، بينما الفيديو الاعتيادي تكون عدد الفريمات ب 30 فريم بالثانيه الواحده. بالولايات المتحده البث الاسود والابيض يتم به مسح ما يقارب 525 لاين، يعني للصوره الواحده الشاشه كلها تقسم الى 525 لاين، بمعدل مسح 30 فريم بالثانيه الواحده. طيب عدد اللاينات الكلي اللي يتم مسحه خلال الثانية الوحدة نوجد عن طريق ضرب 30 فريم بير سكند في عدد اللاينات الكلي بالشاشة اللي هو 525 لاين، الناتج يكون هو 15750 لاين بالثانية الوحدة. النظام الملون يتم مسح عدد مشابه من اللاينات، السبب هو الحفاظ على التوافق ما بين الأجهزة الأسود والأبيض، يعني التلفزيونات اللي تدعم الأسود والأبيض والبث الملون. يعني الأجهزة الأسود والأبيض تقدر تستلم البث بس تعرضه بالأسود والأبيض، وهذا الشيء يعني راح يحقق لنا التوافق ما بين الأجهزة اللي تعرض البث ما بين البث نفسه. يعني البث قد يكون ملون لكن ينعرض بالتلفزيون أسود وأبيض. بالنسبة للإنترليست سكانينج اللي هو النوع البدائي، عن طريق هذه التقنية نقدر نقسم لاينات الصورة اللي هي الفول بيكتشر ريزوليوشن لاينز إلى مجموعتين حسب التسلسل الزوجي والفردي لللاينات. المجموعة الأولى تشمل اللاينات بالتسلسل الفردي، يعني اللاين الأول، اللاين الثالث، اللاين الخامس والسابع وهكذا، واللي تعرض اللقطة الحالية. أما المجموعة الثانية فتشمل اللاينات بالتسلسل الزوجي وتعرض أجزاء الفريم أو الإطار الفيديوي القادم، او بعد الاطار الفيديو او الفريم بعد الاطار اللي نعرضه حاليا بالشاشة، ويتم مسحها خلال جزء من 60 بالثانية الواحدة. وهاي العملية تتم مرارا وتكرارا خلال الثانية الواحدة، وهي سريعة جدا ما ممكن ان تلاحظها العين البشرية، لكن بعض الاحيان صاحبها
فليكرينج او رمشات او اثار من الفريم السابق، وراح نتكلم عنها بالسلايدات القادمه وعن امكانيه التقليل من اثارها. طيب شنو اللي يميز تقنيه الانترليس سكانينج؟ اللي يميزها هو امكانيه استخدام حزمه تردديه اقل بعمليه ارسال الفريمات، يعني نقدر نقول نقتصد بالباندويت، وهذا الشيء معناه انه نقدر نرسل ضعف عدد الفريمات بالباند الوحده. مثل ما تلاحظون بالصوره، اللاينات اللي على اليسار هي مجموعه التسلسل الفردي واللي تعرض اللقطه الحاليه، واللاينات اللي على اليمين هي لاينات التسلسل الزوجي وتعرض اللقطه او الفريم اللي بعد او الفريم القادم. معنى انه الصوره تكون بها محتويات صورتين او لقطتين من لقطات الفيديو المعروض. من مساوئ استخدام نظام الانترليست سكانينج هو عدم استقرار جودة الصورة عند عرض الصورة المتحركة والمتغيرة تغير مستمر. السبب وراء هذا الشيء هو الاختلاف الكبير اللي يصير ما بين تفاصيل اللقطة الحالية واللقطة القادمة، وهذا الشيء يسبب تولد عيوب artifacts أو noise بالصورة، تسمى بالكومبينج افكت. مثل ما تلاحظون بالصورة، الأجسام اللي تكون حركتها سريعة يصير يعني تغير بتفاصيل الصورة بشكل كبير ما بين الفريمات الأولى والفريم الأول والفريم الثاني. مشكلة الكومبينج افكت يتم حلها باستخدام تقنية الدي انترليسينج عن طريق إضافة بلر، يعني فلتر معين يضيف افكت او بلر. البلر يعني التغويش باللغة الإنجليزية، يعني ينغوش تفاصيل النويز او المناطق اللي يظهر عليها الكومبينج افكت او النويز بالصورة المتحركة. لكن هذا الشيء يضحي بجودة الصورة بحيث تقل جودتها. اذا تلاحظون الصورة المعروضة بها جزئين، الجزء اللي على اليسار ظهرت بها الكومبينج افكت او النويز او الارتيفاكتس، تلاحظون اكو فرق كبير ما بين الفريم الاول والفريم الثاني. بعد اضافة افكت الدي انترليسينج او بعد ان سوينا عملية الفلترينج، تلاحظون انه صار بها غواش، يعني جودة الصورة صارت اقل من سابقتها، وهذا الشيء يعني خلانا نضحي بجودة الصورة. النوع الثاني وهو البروجريسيف سكانينج، اللي يتم عن طريقه ارسال كل لاينات الفريم بالشاشة، وهذا الشيء يقلل من الفليكرينج والنويز بالفريمات ويخلي الصورة حادة وواقعية وجودتها تكون عالية حتى بحالة سلو موشن ما تظهر بيها اي عيوب بالصورة او اي نويز. بالنسبة لنظام البروجريسيف يعتبر نظام مثالي مقارنة بالأنظمة القديمة أو البدائية مثل الـ Interlaced Scanning، ويعتبر أيضا من أهم الأنظمة القياسية بأجهزة العرض ذات التقنيات الـ HD من بداية التسعينات إلى حد الآن. ثم تلاحظون بالصورة شلون تم عملية السكانينج. يبدأ بأول لاين، ورا ما يكمل اللاين أول ينتقل إلى اللاين الثاني، بعد إكماله ينتقل إلى الثالث ثم إلى الرابع ثم إلى الخامس، وصولا إلى اللاين الأخير. بعد اللاين الأخير ينتقل إلى اللاين الأول بالفريم الثاني. حتى نشوف الفرق بصورة واضحة ما بين الانترليس سكانينج والبروجريسيف سكانينج، تعرض هذه الصورة هي صورة تم عملية سكانينج بها بالنظامين الانترليس والبروجريسيف. تشوفون بالانترليس راح يصير فد كومبينج افكت او فد شادوينج ما بين الفريم الاولى والفريم الثانية. تلاحظون اكو بالصورة اللي على اليسار اثر من الفريم القديم، بينما بالصورة اللي على جهة اليمين السكانينج اللي دا يصير بها هو بروجريسيف. تشوفون ماكو اي اثر لاي نويز او كومبينج افكت او اي اثر للقطة قديمة، شوفوها سموذ واقعية وما بيها اي مشكلة.